ساقوم برفع الاجور الى حدها الاعلى وارفع منحه البطاله كما اقوم برفع معاشات التقاعد وسأوافيكم بالكثير من الخيارات السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الإعلامي مع ممثلي الصحافة الوطنية أن الدولة رسميا سترفع الأجور إلى ما بين 47 إلى 50 بالمئة وهذا في سنة 2024 مع الإبقاء على سياسة الدعم ومراقبة الأسواق والمواد المدعمة ولتوضيح الامر حول الزيادة في الاجور فسأوضح ان عيني ستكون موجهة خصيصا للطبقة الضعيفة التي تتقاضى اجرا او معاشا ضعيفا جدا فسأحاول برفع مستوى المعاش لكل الاصناف الموظفين والعمال لسنة 2024 وهذا كان هدفي منذ ترئيسي للجمهورية ومن جهة ثانية سأتم برفع منحة البطالة التي تجاهلها الكثير والعديد أنها لا يمكن أن تطبق في الجزائر مطلقا ولقد فاجأت البطالين أو الجزائريين بأن الجزائر أول دولة عربية تقوم بهذا القرار المفاجئ إذ تمنح منحة البطالة للبطالين الذين لا يملكون أي عمل ستبقى منحة البطالة مستمرة وسيبقى الشاب البطال يتقاضاها إلى غاية حصوله على منصب العمل. إضافة أنني سأقوم برفع منحة البطالة للمرة الثانية في سنة 2024. وهذا تطبيقا لقراراتي وتعليماتي التي كنت عند وعدي لها للشعب الجزائري كما قمت أيضا برفع معاشات التقاعد ومنح التقاعد الخاصة بالمتقاعدين للمرة الثانية وكانت نسبة الزيادة نسبة راضية لكل المواطنين وكل الموظفين إذ سأوفيكم أيضا وسأكون عند وعدي بالزيادة للمرة الثالثة في سنة 2004. وهذا ليستفيد كل الشعب الجزائري بخيارات بلادنا ورغم كل الجهود التي قمت بها فأنا لحد الآن لست راضي بما قدمته للجزائر وأنا أعدكم أنهم في الأيام القادمة سأوافيكم بكل المفاجآت التي تفرح كل الجزائريين